سؤال شغال موجه للشعب الولاية ونائب حاج الأخضر فيما يخص البناء الريفي واللوكوجي. معناها كي جاي الكاتب العام الجديد هذا معناها عادي سن في قوانين واحدة، معناها مش في القانون، حيث أنه أقصى أي واحد على سجل تجاري أقصاه من البناء الريفي، بينما القانون يقول لازم يكون الشهر تاعه معناها لا يتجاوز 9 ملايين. احنا تجار واحد عنده موارد اي دخله سنوي دخل 9 ملايين في الشهر، معناها اقل من 9 ملايين يستفيد، اقل من 9 ملايين. استنى جماعه، بناء الريفي معناها القانون يقول فوق 9 ملايين ما يستفيدش، اقل من 9 ملايين يستفيد. بينما التجار واحد عنده مدغيه، واحد عنده مكتبه ما يصورش حتى 2 ملايين في الشهر، يقصي لان عنده سجل تجاري وعاده الناس تحبس في الريجستات تاعها وعاده داخله في مشكله قانونيه. اذا هذا معناها اصبح يشرع، بينما المشرع مش الكاتب العام تاع الولايه، لازم على حد القانون يقول 9 ملايين وجيب الدخل باللي راه يخلص. كذلك لوكوجي ثاني وصل. شيء ثاني في مخص الاعتداء، يخلص في 9 ملايين، الله لا استفاد، يدافع على الزوال اللي عنده ريجيستر تاع مكتبه، ها وحداك واحد قول له قد عنده تاكسي فون، يعني لا متصوره ما يفوتش 15 100 هذا الشهر اللي يصور فيه، يجي في الولايه يقول له لا عندك ريجيستر، تالي هذا اللي عنده 6 و7 ملايين هذا الله لا استفاد، ما فهمتناش اسم الشيخ. او قال 9 ملايين. ايه لا قال لك القانون يسمح حتى اللي يخلص 9 ملايين يستفيد. عنده حق. هذا قضية الريست كوميرس، هذا اللي حكيت طرح في علامة الاستفهام. حتى في اللوبيجي يا سيدي. اللوبيجي يمكن عندها تبقى في القانون. لا ما فيش قانون لوبيجي، ما فيش ريجيستر. بالنسبة 24 100. بالنسبة للسماء عندها تحمل هي المسؤولية هذه، وراح نناقشها معهم. لان احنا عندنا ما يكفينا من برنامج كبير تاع الهش وتاع عندنا ورنا وحدين المدرسه.